لا طلب نستكمل الجزء الثالث من هذه المحاضرة اللي هو التربية الإسبرتية، وكما قلنا سابقا أنه هناك تربية غلظة كانت وتربية شديدة، وتطلب صبر من الأفراد والأسرة. طبعا بعد سن 12 ينقل الأولاد إلى نوع من أنواع التدريب العسكري العنيف، يستمر لمدة عامين تحت إشراف مباشر من الجيش الإسبرطي، ويحظى البارزون والمتفوقون منهم بتقدير الكبار ويصبحون رفقاء محبين لهم. ولم يعن الإسبرطيون بالقراءة والكتابة والحساب التي هي أول مستلزمات التعليم، وكان البعض يتعلمونها على أيدي مدرسين خصوصيين. وفي سن 18 يتحقق الشباب الإسبرطي بفرق الإقليمي أو الطالب الحربي، حيث يتلقى تدريبات عسكرية متقدمة ودراسة عميقة في الأسلحة الحربية والعمليات العسكرية، استخدام السلاح، مدى الاحتمال، اختبارات، قصوى، قوة. إذا التربية الإسبرطية كانت تأكد على الجانب العسكري أكثر من تأكيد على القراءة والكتاب. وحينما يبلغ المواطن سن 20 يلتحق بالجيش، حيث يتدربون على تحمل الصعاب ويؤدي الولاء واليمين للدولة، ويلتحق بوحدات الجيش على الحدود، ويقضون 10 سنوات جنود نظاميين يقومون بمهامهم العسكرية عند نشوب الحرب. وعندما يبلغ الإسبرطي سن 30 من عمره يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المدنية، ويصبح عضو من أعضاء الجمعية العامة، ويجبر على الزواج لصالح الدولة، ويستمر في السكن بالتكرار العسكرية، ويكون على أهمية الاستعداد للاشتراك بكل حرب تعرض له إسبرطي. أما بالنسبة لتربية البنات، تشبه تربية البنات تربية الأولاد، إنه لا يقمن في معسكرات وتكنات، بل كان يعيشن في بيوتهن مع أمهاتهن وتلقين تدريبا على الألعاب المختلفة، لا سيما التي تتسم بالقوة والسرعة والسباحة ورمي القرص. بالإضافة لذلك يتم تعليمهن أنواع من الرقصات الدينية. ولقد تمتعت المرأة الإسبرطية بقسط من الحرية سمح لها بالاشتراك مع الرجل في السباقات الرياضية والاختلاط معهم ومشاهدتهم عند تأدية الرياضات العسكرية. والغرض من تربية الفتاة هو الاعتقاد أن الفتاة قوية الجسم طالما هي تنجب الأطفال ليصبحوا جنود أقوياء يدافعون عن إسبرطة ويحمونها من هجمات الأعداء. ومن نتيجة هذا النظام أنتج نساء من نوع خاص في عالم التربية، فاتسمت المرأة بالشجاعة وتحد أنها للقتال والموت من أجل الوطن، وهذا اللي ساعد على غلبة الإسبرطيين في الحروب التي يتعرضون لها. وكانت المرأة الإسبرطية توصي أبنائها عندما يذهب إلى ساحة القتال بالدفاع عن الوطن. ولم يسمح المرأة الإسبرطية أن تظهر مشاعر الحزن والخوف والضعف عندما يقف ابنها أو زوجها في الحرب. وهكذا استمرت إسبرطة في تربيتها بالدفاع عن الوطن والقوة والصحة والشجاعة لأبنائها، وعرفوا عنهم أنهم لم يتعودوا على الاعتماد على النفس. كمان قدرتهم على التفكير والتخيل كانت محدودة، ولم يواجهوا مشكلات كثيرة،
وأن الدولة هي التي توجههم بكل شيء، وهي التي ترسم حياتهم ويصنعون لأوامرها. وقد أثر هذا التعقيد المفروض من الدولة على النواحي العقلية السبارطيين، فلم يتركوا تراثا فكريا يذكر، ولم تكن هناك حرية للرأي، ولم يشر لهم بسبب ذلك وضع النظريات أو رسم الخطط. فالطبقة الحاكمة هي التي تسير أمور حياتهم، وما على المواطنين إلا أتباع الإرشادات والتعليمات بكل دقة. وهكذا جعل النظام التربوي في سبارتا يكون فاشلا في الانحلال الخلقي والاجتماعي، لتفشى بعد الهزيمة في الحروب، وحتى الشجاعة في الحروب التي ميزتهم كمجتمع أيام مجدهم فإنها ضعفت وأصبحت البعض منهم لا يخجل في إظهار الجبن أو الفرار من المعارك. أما بالنسبة لنظام التربية في أذنه، فسمات التربية اللاتينية هي تقديرها العلم والبحث في عالم الإنسان، والعلم ما وراء الطبيعة، والبحث عن حقائق الأشياء، وتحكم العقل في مظاهرها، وتوجيه العناية للجسد والروح، وتذوق الكلام وإعطاء الخطابة والرياضة والموسيقى والنحو والشعر المية خاصة، والمحافظة على نظام الأسرة. لذا هدف التربية الأثينية إلى إعداد مواطن أثيني من النواحي الجسمية والعقلية والخلقية، بحيث يتمكن من الدفاع عن وطنه والذود عنه، ويسهم إسهاما في ثقافته. لذا برزت في التربية الأثينية اتجاهات ثلاثة ميزتها عن غيرها من المجتمعات. تحدد الاتجاه الأول نحو جعل مصلحة الدولة فوق كل شيء، في حين ركز الاتجاه الثاني نحو التربية المتناسقة التي تشمل على تربية المواطن من كل النواحي. أما الاتجاه الثالث فقد أكد على الفصل التام للتربية الحرة عن التربية المهنية، حيث قضيت الأولى بالاحترام والتقدير واحتقرت الثانية.